ضمن فعاليات ملتقى الفنان عمر البطش السنوي، افتتح المعرض التوثيقي من ذاكرة مدينة حلب الموسيقية بحضور واسع من كافة الشرائح الفنية. المعرض شمل نحو 100 صورة ضوئية جسدت مدينة حلب وعراقتها وأصالتها عبر الفن والطرب وما عاصرت من فنانين كبار. نحن دائما كنا نحتفل في عيد الموسيقى بمدينة حلب رغم الحرب وقزارة الحرب والإرهاب اللي مر على حلب، لكن هالعام أردت أن أضيف إضافة جديدة لهذا المهرجان أنه نوثق بعض الصور الموسيقية اللي شارتها مدينة حلب وصار فيها بحلب الحفلات الموسيقية، وبالتالي حاولنا قدر الإمكان نجمع أكبر عدد ممكن من الصور المتناثرة عند زملائنا واللي عند الأهالي ونحطهم في هذا المعرض. يذكر بالتراث الحلبي القديم وبيعرف الناس اللي ما بيعرفوا هالأجيال هاي اللي غنت الفنانين صاروا يتعرفوا عليها. أهم شيء أنه ترجع ذكريات الحلب اللي هي كلها فن وهي العراقة والحضارة دائما. كان الفكرة كتير كويسة وياريت في أفكار تانية ممكن كمان يعملوها على هالنمط تطلع أحلى. يعني لقاء عمر بطش لقاء مهم، طالعنا أرشيف كتير مهم في مدينة حلب وخاصة الفنانين الكبار اللي من خارج سوريا اللي زاروا حلب فترات سابقة وعملوا حفلات هون، ووثق الفنانين الحاليين كمان اللي موجودين في حلب واللي راحلين منهم واللي موجودين ما زالوا، طلعنا لقطات من الماضي جميلة جدا، ففكرة حلوة فكرة جميلة. هذا شيء كتير جميل وينم عن الرقي اللي كان موجود، ينم عن محبة أهل حلب للموسيقى للطرب للغناء. معرض رائع جدا وهذا يسجل هذا التاريخ العريق لمدينة حلب والقطر العربي السوري أن أنجب هؤلاء الفنانين العظماء، وهي تستقبل أعظم الفنان عبد الحليم، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، نجاة، فايدة كامل، كل هؤلاء المطربين جاءوا إلى مدينة حلب. لماذا؟ لأن حلب أم الطرب. الملتقى يهدف إلى ترسيخ ذاكرة حلب الموسيقية في عقول الزائرين لتبقى الشهباء بيت للأصالة والطرب على مر الزمن.